خلينا بقى نروح لشق تاني، وهو شق حلو جدا وإيجابي جدا، والدبلوماسية المصرية. يعني نوجه الشكر أكيد لسيادة السفير سفارة كمان مصر في النيجر، يعني قامت خلال الرحلة بجهد محترم، وده العادي، يعني ده مش حاجة جديدة. يعني كابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة كمان كان حريص جدا على إهداء درع الأهلي للسفير نبيل مكي سفير مصر في النيجر قبل ما البعثة تغادر، والسفير حرص على حضور المباراة، مباراة الأهلي والحرس الوطني. وبصراحة يعني بذل هو وطاقم السفارة جهد كبير جدا مع بعثة الأهلي خلال بنتكلم فترة وجودها في النيجر، وكمان حرصت السفارة على تذليل كافة العقبات وتوفير كل يعني سبل الراحة للبعثة كعادة الخارجية المصرية في كل الدول، فكان واجب يعني الشكر ليهم بصراحة.